سلام، جيسبر كو فوز علي بيان. مرحبا بكم في قناه لي غوسات دو صفيا. اليوم رايح ندير معاكم مقروض المقلاه، يجي مع السل ويجي يذوب في الفم. الله الله، اللي نبدا على بركه الله. ندير 3 كيلات تاع السميد، يكون خشين كما راكم تشوفوا، ويكونوا الكيلات تكون بومبي. هذه الكيله الاولى، ونزيد عليها الكيله الثانيه كما راكم تشوفوا بومبي، ونزيد الكيله الثالثه كما راكم تشوفوا 3 كيلات التوعيه اللي درتهم، ونزيد عليهم كيله تاع سمن ناقصه ربع، ونزيد نكملها بالزيت. بسم الله، وندير شوية الملح. بعد ما خلطت السميد تاعي مع السمن، نخليه على جهة ونحطه يبات إلى بعد الغد باش نخدم المقروض تاعي. كما راكم تشوفوا عندي كاس قل ربع تاع ماء، ونزيد نكمله بالماء زهر. بعد ما السميد تاعي ريح ليله كامله، شوفوا كيفاش ولا. نزيد عليه 2 مغارف تاع فارينه، هذه المغرفه الاولى وهذه الثانيه. الفارينه باش الحبه تاع المقروض ما تتحلكمش في كي نقلوها في المقله. ندير فيه حبه البيض كما راكم تشوفوا، حبه البيض تعاونك باش المقروض تاعك ما يتحلكش في المقله. وندير الكاس تاع الماء اللي خلطته بالماء زهر، ما نعجنوش على شرط. ونخلوه يريح ساعة حتى السميد تاعنا يشرب هذا الماء والماء زهر. شوفوا كيفاش يولي. نخلوه يريح ساعة ومن بعد نعاودو نولو ليه. بعد ما خليت المقروض تاعي يريح، درت التمر المعجون هذا، درت له شوية تاع ماء وحليته به، وندلو شوية تاع قرفة. ونزيدو شوية تاع جنجلال. انا حليته بشويه تاع ماء كما قلت لكم، وتحبوا ديروا شويه تاع زيت، كاين اللي يحب يدير له شويه تاع زيت تنجموا ديروا شويه تاع زيت. انا حليته غير بالماء. شوفوا كيفاش ولا لي.
حليتوه بالماء يولي لكم طري. بعد ما حليتو دروك نشكلو على شكل حربوش. بعد ساعة ونص شوفوا كيفاش تشرب لي مليح السميد تاعي، شوفوا كيفاش ولا. هاد العملية راهي تساعدكم بزاف بزاف في المقروض، وراه ما يتحلكمش في المقلاة على ضمانتي ان شاء الله. شوفوا المقروض تاعي كيفاش ولا بعد ما ارتاح بعد ساعة ونصف. شوفوا السميد تاعي راه شرب هذاك الماء اللي درتولو. لنبدا على بركه الله. الماء اللي درتولو يكفي، شوفوا يعني ما خصوش الماء. العملية جد سهلة. نجيب الحربوش تاعي تاع التمر المعجون ونحطه في الوسط. نغلقوا العجينة تاعنا، ما لازمش نخلو فيها الهواء، هذاك الهواء ثاني يلعب دور كبير يعني يتحل لكم المقروض في المقلاة. بعد ما سخن لي الزيت حطيت فيه المقروض تاعي، ونار تكون متوسطة. كما راكم تشوفوا الطريقة جد سهلة، وفخوش مو ما تحليش في المقلاة يعني مضمونة 100%. كاين بزاف ناس يخافوا السميد لا يتحل لهم في المقلاة، مي هذه الطريقة ما يتحل لكمش. حوليكم المقروض تاعي، شوفوا روع على حبة وما نتحلش كما راكم تشوفوا بعينيكم. ونحطو ديريكتومون في الحسيلة. خليه هكذاك سخون يشرب بالحسيلة. ونعسل المقروض تاعي. ان شاء الله هتجربوه، صدقوني ماش راح ينتحل لكم في المقلة خلاص. هذا هو الشكل النهائي تاع المقروض.
شوفوا جا على حبه وما انتحلش، يعني يجي ما شاء الله صدقوني، والنتيجه مضمونه راهي قدام عينيكم. نتمنى ان شاء الله تجربوه ماشي في الندامه. المقروض ناجح من اول تجربه، ما ملي مشي موالفه دير المقروض رايح ينجح لها ان شاء الله. ما تبخلوش عليا باللايك الى عجبكم الفيديو، ونشكركم، نلتقي في فيديو جديد ان شاء الله.